باش منني به جميعكم من عطف مولوي حكيم، وما دعمني به من سند ملكي عظيم في مهامي السابقة، وما أولاني حفظه الله من قمة سامية بتعييني في هذا المنصب الذي يختزل شرف القضاء ويجسد رمز الأمانة العظمى، الذي كما لا يخفى عليكم هو تكريم وتشريف لكل المقاومين. ويقاسمكم سعادتي بالثقة المولوية والذين تركوا في سجلها بصمات واضحة سيحتفظ بها التاريخ وتعد حافزا لمن تحمل هذه المسؤولية بعدهم اليوم وفيما يستقبل من الأيام، للحد حبهم والسير على أثرهم الطيب. فإليهم جميعا كل التقدير والاحترام، وللأحياء من بينهم وقفة إجلال وتقدير، ولمن لبوا دعوة ربهم ندعو بالرحمة والمغفرة، ونرجو الله أن يختم ما قاموا به جميعا من جميع الأعمال بهذا الصرح القضائي خلال 3 سنوات ونصف الماضية في وضع إطار سكة النيابة العامة، في وضع إطار رئاسة النيابة العامة على السكة، بكثير من العزم والإصرار على الوفاء بتعليمات جلالة الملك، وفي إطار احترام الدستور والالتزام بقوانين المملكة، وجعلوا من استقلال السلطة القضائية والتعاون الإيجابي مع سلطات الدولة والانفتاح على المجتمع المدني والقرب من المواطن أهداف لعملهم الدؤوب واجتهادهم المستمر. فشكرا لهم واحدا واحدا. وأنا موقن أنهم سيستمرون في الوفاء بالتعليمات الملكية بمزيد من العزم والإصرار، وسيكونون دعما وسندا للسيد حسن الدبي الذي عينه جلالة الملك وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقد ورئيسا في النيابة العامة، والذي أرجو له كامل التوفيق والسداد في مهامه الصعبة، وأؤكد له أنه سيجد مني كل دعم ومساندة لما فيه الصالح العام وإنفاذ التعليم. والشكر موصول أيضا للمحامي العام الأول، ولوكلاء العامين للملك، ولوكلاء الملك، ولمن بجانبهم من قاضيات وقضاة النيابة العامة وأطرها وموظفيها، الذين كانوا لي خلال الفترة السابقة دعما وسندا بجدهم واجتهادهم والتزامهم بقيم القضاء السامية وسرعة استجابتهم للتعليمات الرئاسية القانونية وسعيهم الدائم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.